استقبل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت الشقيقة في قصر بيان يوم أمس أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام العرب بمناسبة انعقاد اجتماعات الدورة العادية 98 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دولة الكويت. وخلال اللقاء نقل سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى سمو نائب الأمير وولي العهد وتمنياتهما الطيبة لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق دوام الازدهار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله. وقد رحب سمو نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت الشقيقة بوزراء الإعلام العرب مؤكدا على أهمية هذه الاجتماعات في ترجمة أهداف مجلس الوزراء لإعلام العرب التي رسمها لخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والارتقاء بالإعلام العربي في مجالاته كافة وتطوير العمل الإعلامي المشترك عربيا ودوليا. من جانبه أعرب سعادة وزير الإعلام عن سعادته بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت الشقيقة وقدم جزيل الشكر والتقدير على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي عكست الروابط الأخوية والصلات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والنماء. لقد أضحى الإعلام بصوره المختلفة ووسائله المتعددة أهم ناقل للحضارات والثقافات وتبادل الخبرات بين الشعوب، مساهما فعالا في تقوية العلاقات الاجتماعية، ولتنهض الأمم إعلاميا وجب أن يتوافر في الإعلام المصداقية والواقعية والمرونة ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في ظل انتشار سريع لمواقع ووسائل وبرامج التواصل الاجتماعي